من الحرم المكي الشريف حيث أستضيف في هذه الدقائق معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن. معالي الوزير، مرحبا بك معنا عبر شاشة الإخبارية. اليوم المملكة العربية السعودية تقدم إجراءات احترازية عالية المستوى، مغادرة ما يقرب من 500,000 معتمر، جهود كبيرة تقدمها وزارة الحج والعمرة. نتحدث عن كل هذه المنظومة الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله سبحانه وتعالى. حقيقة هي ليست جهود وزارة الحج والعمرة، هي جهود جميع الجهات الحكومية. أنا الآن قبل صلاة المغرب كنا في جولة على الفنادق الخمس نجوم التي استخدمت لحجر المشتبه بهم والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع الأخوان في وزارة الصحة. في الحقيقة اطمأننا واطمأنينا على جميع الأخوان اللي موجودين من ناحية الخدمات التي تصل لهم، من ناحية الإجابة على استفساراتهم، من ناحية تقديم حتى الخدمات الاجتماعية والنفسية لهم موجودة. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن سخر هذه البلاد لخدمة الإسلام والمسلمين جميع. الحقيقة حتى بعضهم أخوان متأخرين عن العمرة، يمكن أقفلت هناك حوالي 1200 شخص تقريبا، قطعت بهم السبل إذا صح التعبير لأنه أقفلت خطوط الطيران. نعم. إلى بلادهم، ولكن لا زالت المملكة العربية السعودية تقدم لهم الرعاية وموجودين في الفنادق. حقيقة شكر كبير لجميع رجالات الدولة العاملين في الميدان. وجدنا رجال الأمن العام، ووجدنا رجال المرور، ووجدنا رجال الصحة، ووجدنا رجال الهلال الأحمر، ووجدنا رجال وزارة الحج والعمرة، رجال أمانة العاصمة. الكل في الحقيقة يقدم ويسعى ويطلب الأجر من الله في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف البلاء ويكشف السوء. الحمد لله كما ترى، يعني الآن نحن نرى الطائفين حول المسجد الحرام ولم إنها أعداد، لكن المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصين على خدمة الحرمين الشريفين وعلى إتاحة الفرصة للطائفين بالطواف بالكعبة المشرفة. نعم معالي الوزير، وزارة الحج والعمرة سهلت كل السبل لمغادرة ما يقرب من 500,000 معتمر، كيف وجدتم هذا العمل الدؤوب والرعاية الكريمة اللي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، وأيضا مغادرتهم لسلامتهم وأيضا الحفاظ على الحرمين الشريفين؟ حقيقة هي جهود كبيرة شاركت فيها جميع الجهات الحكومية، وزارة النقل الممثلة في هيئة الطيران المدني، الجوازات، وزارة الداخلية، وزارة الحج والعمرة، ولا ننسى القطاع الخاص، شركات العمرة أنفسهم. في فترة بسيطة في حوالي أقل 5 أيام تم إخراج أكثر من 68,000 معتمر أعتقد، وقبلها منذ بدء إيقاف التأشيرات كان هناك حوالي 500,000 معتمر كما ذكرت في المملكة العربية السعودية، وجميعهم تم مساعدتهم وتأكيد حجوزاتهم وتأكيد نقلهم من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة إلى المطارات حيث غادروا ولله الحمد بسلامة الله. يعني آخر أمر صدر من خادم الحرمين الشريفين هو يظهر المملكة العربية السعودية مملكة الإنسانية، علاج كل المصابين والمشتبه بهم بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين والمخالفين لأنظمة الإقامة الموجودين في المملكة العربية السعودية. فالمملكة العربية السعودية الحقيقة الإنسان أولا، وعمل الجميع بتوجيهات القيادة الرشيدة على مغادرة الجميع سالمين آمنين ولله الحمد إلى ديارهم. نعم، تواصلتم معالي الوزير مع المكاتب الخارجية أيضا للاطمئنان على استرداد بعض قيم تأشيرات العمرة لضيوف الرحمن؟ بالتأكيد حرصت الوزارة على إعادة جميع المبالغ لكل الأشخاص اللي كانوا حاجزين على أساس أنهم يأتوا إلى العمرة وحصلوا على التأشيرات ولم يتمكنوا، وعيدت لهم مبالغهم إلى الجهات التي يشتروا منها هذه البرامج، وتم التأكد من ذلك ومتابعة العملية إلكترونيا حقيقة.
نعم. اليوم وزارة الحج والعمرة أيضا معالي الوزير، هل من مبادرات نوعية تقدمها لوزارة الصحة بمعنى أنها تهيئ كل السبل وتضع كل الإمكانيات لوزارة الصحة خاصة في المدينة المنورة ومكة المكرمة؟ نحن الآن في عهد التقنية والتكامل موجود بين جميع الوزارات، وزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية وجميع الجهات، الحقيقة مرتبطة بقواعد معلومات سواء كانوا معتمرين أو حجاج أو زائرين أو سياح، ومع الأجهزة والأنظمة الصحية الموجودة في وزارة الصحة التنسيق كبير وعلى درجة كبيرة، وفي سبيل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من المعتمرين. نعم، أختم معك معالي الوزير، البعض يتساءل عن موسم حج العام القادم، نسأل الله أن يبلغنا ويبلغ المسلمين جميعا، هل من ترتيبات معينة، ترتيبات لا زالت قائمة لهذا الموسم العظيم؟ أولا، المملكة العربية السعودية على كامل استعدادها لخدمة الحجاج والمعتمرين في جميع الأحوال. نعم. لكن للظروف الحالية، نحن نتحدث عن جائحة عالمية، جائحة الحقيقة نسأل الله السلامة منها. نعم. المملكة في كامل استعداداتها لحقيقة حفظ صحة المسلمين والمواطنين، لذلك نحن طلبنا من الإخوة المسلمين في جميع دول العالم التريث في عمل أي عقود حتى تتضح الرؤية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب هذا البلاء، وإن شاء الله نكون جميعا سالمين غانمين وفي أمن وأمان دائما.